نشوف الأمثلة اللي هنا. المثال الأول قال Every culture in the world has special days that people observe. Special days نكرة. إذن اللي بعدها راح يكون necessary information، لأن special days أيام خاصة. أيام خاصة إيش؟ أو أيام مميزة، مهي واحدة من ذولا، فإذن هي مهي معرفة. يعني اللي بعدها necessary information، وعشان كذا استعملنا ذات. With the kilts، kilt يعني اسم مجموعة من الناس. هنا شارحها who lived in Ireland، يعني نعتبرهم إيرلنديين. طيب فكيلت معرفة، اسم جنسية، حددهم لي. إذن اللي بعدها راح تكون extra information، فراح أحط كوما لأن كيلت معرفة. نجي عند البراكتس 8، إيستر هذه اسم مهرجان. اسم مهرجان يعني معرفة، تعتبر من الأيام العالمية. إذن اللي بعدها extra information وراح أحطها بين كوماز. هذه extra information. Before وين الأبوستيف؟ A goddess whom they called Eostre. Goddess يعني آلهة. نعتبره اسم مهنة، مثل أسماء المهن. أسماء المهن نكرة، يعني اللي بعدها necessary information، فما نحط كوما. Necessary information. هنا وين الأبوستيف؟ هذول الثنتين، إيوستر which means east. إيوستر معرفة، اللي هم اسم المهرجان حقهم هذا، فالأيام العالمية قلنا أنها معرفة. إذن اللي بعدها راح يكون extra information. هنا every people who worshipped her. طيب people who worshipped، اللي who worshipped والبيبل هم المقصود فيهم نفس المجموعة من الناس، بالتالي هذه هي الأبوستيف. بيبل اسم مبهم، إذن لازم أعرفه who worshipped her. إذن هذه necessary information، لأن بيبل نكرة ما ينطبق عليها أي شيء من الأشياء اللي حددت أنها معرفة، فهذه necessary information. طيب هنا cakes that they baked. الكيكس شيء مبهم، ما تعتبر أكلة من الأكلات أو اسم أكلة، لا، إنما كني أقول كلمة بشكل عام، مجرد كيك. كني أقول رز، غير عن لما أحدد أكلة محددة. لما أحدد أكلة هنا يصير أكلة شهيرة مثلا، هنا يصير تعتبر معرفة وخلاص، اللي بعدها extra information. لكن لما أحدد كلمة عامة مثل cakes، لا، ما تعتبر شو اسمه، أكلة شهيرة أو طبق شهير مثل الفادج مثلا، فتصير نكرة، واللي بعدها necessary information، لأن لازم أني أعرفها. هذه necessary information. اللي بعدها وين الأبوستيف؟ buns that bakeries now sell. buns حبوب، شيء مبهم. إذن اللي بعده necessary information، فما أحط كوما، وكمان أستعمل that. that ما تجي إلا مع necessary information. هنا وين الأبوستيف؟ the coloring eggs which families do at Easter. هذه معرفة، ليش ينطبق عليها آخر شرط من شروط أو واحدة من أنواع المعرفة، اللي هي كلمات تم تحديد نوع لها، كلمات عامة. إكس لو قال إكس بالحال هتصير نكرة، لكن هو حدد لي الكولورينج إكس، فإذن هذه معرفة، بالتالي اللي بعدها إكسترا إنفورميشن وأحطها بين تو كوماز. هنا الأبوستيف إيستر باني، أرنب الاحتفال هذا، فهذا نفس اللي فوقها، نوع كلمات عامة تم تحديد نوع لها، ما قلت اي بوني، لا، حددت حق المهرجان. إذن هو معرفة، واللي بعده extra information. هذا practice 8.